السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة سمع حكايتي، وكيف ما عودتكم دائما كل يوم حكاية جديدة، أعراض جديدة، هموم جديدة. الحكاية ديال اليوم يقشعر لها البدن. الحكاية ديال اليوم فيها مجموعة ديال الأحداث. الحكاية ديال اليوم مولاتها كتقاسي وكتعاني الأمرين يومنا هذا. غادي نسرد القصة ديال الأخت ديالنا، وبغيتكم ضروري تسمعوها حتى للنهايه، وما كرهتكمش تبارطاجيوها على نطاق واسع، لعل وعسى تلقى شي حد ليه بيديها ويخرجها من هذاك الشيء اللي راها فيه. بنت في عمر الزهر كتقاسي وكتعاني، والله شاهد على ما اقول، انني شفت صور قشعرت ليها البدن ديالي ديال هاد الاخت هادي اللي كتعاني مسكينه. هاد الاخت اللي يوميا كتجيها حاله، وهاد الحاله غادي تعرفوها خلال هذا الفيديو، تبعوا للآخر. سميتي ياقوت، بنت كبرات وقرات في بلجيكا. كبرت في واحد العائلة ما عندهاش وما خصهاش، بطبيعة الحال قرات في بلجيكا. حياتي في البداية ديالتها عادي كأي بنت، كنقرا وكنجي لدارنا والأمور عادية بزاف. خديت الباك ديالي، بغيت ندير الدبلوم ديال الفندقة، وفعلا ربي وفقني وخديت داك الدبلوم، وسهل عليا ربي وخدمت الدبلوم ديالي. لحد الساعه كلشي بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار جا واحد السيد بغى يخطبني على سنه الله ورسوله وبغاني في الحلال. كان اول مره نشوف داك السيد، قبلت به وقلت علاش لا، حتى انا نبني داري وندير وليداتي. درت الخطبه وداز كلشي مزيان، نزلنا للمغرب باش نديرو العرس، وفعلا كلشي داز بخير وعلى خير. الناس فرحوا ونشطوا والامور كلها طيبه. جا الوقت باش نرجعوا في حالتنا لبلجيكا، وتما فين غادي تبدا المشاكل في حياتي. جينا لبلجيكا، وبحكم اني ما كنعرفش الراجل مزيان، كنت كنحاول ندير داكشي اللي كدير اي امراه باش نكون الزوجه المثاليه وتكون حياتي عامره بالسعاده. الايام الاولى كانت كدوز الامور مزيانه، شويه وليت كنشوف الزوج ديالي الصراحه كيدير شي معامله ما مزياناش وما عجباتنيش. تقولوا لي كيفاش؟ مثلا رجع ما كيحطش التليفون من يده، وإذا لقيت الغفله وشافني هزيتو ليه كيطير ويزولو ليا، وكيقول لي اري لهنا، وهنا فين بدات الشكوك ديالي كتراودني. قلت اكيد كاينه شي حاجه. واحد النهار خليته حتى دخل يدوش، وهزيت ليه التليفون ودرت ليه واحد لابليكاسيون في تليفونه باش داكشي اللي عنده كاع تما يوصلني، بحال لي سي ام اس، الميساجات ديال الواتساب، المكالمات، التصاور، كلشي. اي حاجه وصلت لتليفوني تليفونه كتجيني لتليفوني حتى انا. صراحة شفت داكشي اللي ما عمرني ما تصورت في حياتي انني نشوفه، لدرجة انه مرضني وندمت حتى فكرت انني نتجسس عليه، حيت تجرحت بداكشي اللي شفته. لقيتو كيهضر مع بزاف ديال البنات، ما هي وحدة، ما هي جوج، ما هي ثلاثة، لدرجة انني تخلعت من الكلام اللي كان كيقول. الحب والغرام والكلام المعسول، المهم انا ما قدرتش نقول ليه شي حاجه، حقاش كنت هبيله ومصديه. سكتت ومشيت عاودت لصاحبتي داكشي كامل اللي وقع معايا. قالت لي شوفي راه داكشي عادي اللي كيوقع، لانك سيد زوجتي بلي بيه بلا ما تعرفيه، وانت دابا حاولي تتعرفي عليه اكثر وتقربي منه وحبيه وخليه يبغيك. حتى انا درت داك المحاوله الصراحه غير باش ننسى داكشي كامل اللي شفت. بدلت من راسي بزاف على قبل، رجعت كنلباس وكنماكي وكنطيب ليه الشهيوات وكندير ليه لي سيربريز، يجي وكنشط معاه وندير بحال لا ما كاين والو. السيد ما ديهاش فيا. واحد النهار وانا نقلب ليه التليفون، ولقيتو كيهضر مع واحد خيتي وكيقول ليها انه باغي يتلاقى معها داك النهار. انا بقيت كنشوف نشوف، حيت هو داك النهار ما كانش خدام. قلت ليه اجي نخرجوا انا وياك. هي قايله له انا توحشتك بغيت نشوفك، وشي هضره الصراحه ما حملتش راسي،
وهكذا قدرت براسي ما كاين والو. قلت ليه انت اليوم ما خدامش، يلا نخرجوا ندورو شويه ولا ناكلوا شي حاجه. قال لي لا ما نقدرش، عندي شي شغل اليوم خاصني ضروري نقضيه. بقى فيا الحال الصراحه بزاف. داك النهار بقيت كنخطط مع راسي، قلت شنو غادي ندير، اشنو غادي ندير باش ما نخليش راجلي يمشي لعندها. صافي جاتني فكره ديال انني ندير راسي مريضه باش ما يمشيش، وفعلا درت راسي مريضه وكان موت. وقلت ليها عافاك ما تمشيش، راني مريضه بزاف وخاصك تديني للسبيطر. قال لي لا ضروري خاصني نمشي، عندي واحد الغرض مهم وضروري خاصني نقضيه. انا في خاطري بغيت نموت، خليته حتى مشى وخرج من الدار. نت انا يا هرس كاع الما عندي في الدار، وبديت نغوت ونبكي وكنقول علاش علاش علاش، انا شنو درت، انا شنو درت باش يصرى ليا هادشي كامل، شنو درت. ديك الساعه ما كانش عليه يتزوج بيا، ما كان كيعرفني، ما كنت كنعرفو. بديت غير كنبكي وندوي غير بوحدي بحال الحمقى. بغيت نمشي ولكن فين، عند من نمشي، واش لدارنا، اش غادي نقول ليهم، السيد ما مدوزه معاه حتى شهر. المهم كنت دايخه، رجعت اتصلت بواحد السيده مرات صاحب راجلي، هزيت باليزتي وسديت الباب ومشيت عندها. يا هذيك جا للدار القلب مسدود، وحيت هو ما عندوش الساروت، بدا كيتصل بيا وانا ما كنجاوبوش. وفي الاخر صيفط ليه ميساج وقلت ليه بصحتك وراحتك، المهم عرف بلي انني عرفت عند من مشى. مرات صاحبو الصراحه استقبلوني في دارهم 3 ايام وانا عندهم. هي كانت كتقول لي ما تصبريش معاه، اش داك تصبري لهاد الدل كامل، وراجلها كان يقول لي لا ياقوت ما تخرجيش على دارك، غادي نهضروا معاه وغادي نوريو هادشي اللي كيدير فيه. الصراحه عيط عليه صاحبو، قال لي مرتك راه عندي اجي، وفعلا جا كيجري. قال لي يا مالكي شنو هاد الحال، وهو يوريه داكشي كامل اللي كان داير، ميساجات صور البنات كلشي وراه. ناض كيغوت عليا راجلي وقال لي انت يا درتي لي خطه باش تراوديني بالعاني وتشوفي شنو تحت راسي. قلت ليه وليكن فعلا انا درت لك هادشي، لنفرض علاش تصيفط انت تصورك عرياني، وعلاش تصيفط ميساجات خايبين للبنات، وعلاش دير وعلاش تفعل. صافي الغد ليه جاب ليا كادو جا كيرغب فيا، انا ما نعاودش وسمحي ليا وراه غلط وهادي وديك مبررات واعذار كاذبه. حتى قنعني ورجعت للدار، وتما فين غادي تبدا المعاناه الحقيقيه اللي ما كنتش كنتصور انني شي نهار غادي نعيشها. رجعت كنحلم احلام خايبه بزاف، بديت كنحلم بالحناش وكنوض من النعاس كنبكي وكنغوت. المهم هو كان كيقول لي انت واقيلا غير باقا ما ولفتي دارك وباقا متعلقه بداركم، كيبغي زعما ينسيني. والو حالتي ولات حاله، حتى لواحد النهار وانا تشدني واحد الدخه فقدت الوعي ديالي وكنعاود نفيق، عاوتاني كندخ ونطيح ونعاود نفيق. هو منين شافني هكذا كتخلع عليا بزاف، قال لي خاصنا ضروري نمشيو عند الطبيب، تبعي ونشوفوا اش عندك. وفعلا مشينا عند الطبيب وما خلينا ما درنا، ها السكانير ها التحاليل ها الدواء والو، كيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجه وصحتك بخير وعلى خير، ولكن شنو السبب باش كنطيح ونفقد الوعي ديالي ما عرفوش. مع الوقت عيت من هذا الشيء، قلت نمشي لدارنا باش نرتاح تما، لعل وعسى مما مبقاش تجيني هاد الحاله. قلت لي يا ماما علاش ما نجيبوش واحد الراقي، ربما فاش تسمعي الرقية ترتاحي شويه. قلت لها واخا صافي. المهم النهار اللي غادي يجي السيد اللي غادي يدير لي الرقية كنت مخلوعه بزاف، وقلبي بدا كيضرب كيضرب، كنقول مع بالي علاش انا مخلوعه، ديك غادي يقرا عليا غير القران عادي. المهم جا السيد كنشوف فيه كيبان لي وجهه كحل وخفت منه، غير هو بدا كيقرا عليا وانا كنطيح، وبديت كنغوت وكنقول ليه بعد مني، ابغيت نخرج من داك البلاصه اللي كيقرا فيها داك السيد الرقيه.
داك السيد كيهضر مع داك الشي اللي فيه وكيقول ليه خرج، هو كيقول له لا ما نخرجش، كيقول ليه هذه مراتي ووالد معاها، وداك الشي اللي ما لقاتوش في راجلها لقاتو معايا. راجلها راه كيتكرفص عليها بزاف، وراجلها راه كيخونها، وراها واحد المرة اللي دارت لها السحر ومشربه ليها في القهوة كحلة، والمرة الفلانية هي هذيك فلانة. المهم كان كيهضر غير بالسمية ديال داك مرات صاحب راجلي، هي هذيك. من بعد فقت، دازت الامور بخير، بقيت متبعة مع داك السيد، رجعت كنطيح في كل مرة كيدير ليا فيها الرقية، وديما مصر على الكلمة ديال انا عاشق وكنبغيها وولد معاها، وها شكون مولات الفعلة اللي دارت ليها هاد الشي. ورجع كيهضر غير على داك مرات صاحب راجلي وكيقول ليهم شربتها السحور في قهوة كحلة. بقيت متبعة مع داك السيد اللي كيدير ليا الرقية، ورجعت كنطيح في كل مرة كيديرها ليا، وديما مصر على كلمة انا عاشق وكنبغيها ووالد معاها وفلانة هي اللي دارت ليها السحور، ويوميا على داك الحال والوقت غادي بحال هكذاك. حتى لواحد الصباح فقت وكنفيق على واحد الصدمة اللي ما عمرني تصورت انها توقع لي، لقيت وجهي كله مطبوع وكله ازرق وكله طبايع، وكنلقى لحمي كله مشرد. بديت كنبكي وكنغوت وكنقول علاش يا سيدي يا ربي، انا ما عمرني ما ظلمت شي واحد، ما عمرني ما اذيت شي واحد، علاش كيوقع ليا بحال هذا الشيء؟ الام ديالي كانت كتحاول تونسني وكتقول ليا هذا الشيء اللي كتب عليك الله خاصك تحمديه وتشكريه. صافي بدات الزروقيه وداك الطبيعي كيكثروا في لحمي، ولحمي كيتشرد كل نهار، رجعوا كيكتبوا ليا رموز في لحمي بحال شي مثلثات وشي تخربيق. تما فين قررت ننزل المغرب باش نبقى ندير الرقية، بحكم ان المغرب فيه بزاف ديال الرقات، خليت راجلي في بلجيكا ونزلت انا وماما. بقيت على داك الحال وديما كنغوت وكنطيح وكنهرب وكنضرب، وانا ما عقلي على والو، بقيت كندير في الرقية ولكن بدون جدوى وبحال اللي ما كنديرهاش. بقيت هكذاك ومازال المعاناة والمشاكل ديال الزرقية والتشراب. حتى الواحد الصباح فقط لقيت لحمي مكتوب بحال اللي كتبتيه بزوزوا، مكتوب فيه السحر والجنون. بكيت وغوت وما خليت ما درت والو، حتى حاجة ما بانت. كنشرب الماء ديال الرقية كانت تقية، درت الحجامة والو، كنت كنشرب الأعشاب والو. المهم حتى الواحد النهار واحد السيد بدا كيقرا عليا، ما طحت ما والو. الصراحة فرحت مني ما طحتش، ولكن كنت كنحس بالحريق في رجليا وبحال البراوات كيدقوهم ليا في رجلي، ومنين بغيت نوقف ما قدرتش، بقيت كنبكي. عائلتي الصراحة وقفوا معايا، قالوا ليا ما تخافيش هاد الشي عادي، دابا تبري وترجعي توقفي. المهم كيحاولوا يقنعوني انني غادي نبرى، انا ما كنتش كنآمن ان ممكن السحر يقدر يوصل مولاه لهاد الدرجة، هاد الدرجة من المعاناة وهاد الدرجة ديال 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 العذاب الشديد الآليم. رجع داك السيد كيقرا عليا، بقيت كنشوف فيه ولكن ما بقيتش كنسمعو، كنشوف غير فمو كيتحرك. مشى عليا السمع عاوتاني وما بقيتش كنسمع، هو كيقرا وانا كنقول ليه مرة ما كنسمع والو. شوية وانا نحس باللي لساني تجر ليا وما بقيتش كنقدر نهضر، وما بقيتش كنقدر نهضر عباد الله، كنحاول نتمتم والو ما قدرتش، بقيت نهضر ولا نسمع ولا نتمشى. كنت كنحس بالنار شاعله فيا، ما كتوقفيش وما كتسمعيش وما كتشوفيش بعد ما كنتي كديرهم كاملين. كانت قاصحه بالنسبه ليا 3 شهور وانا على داك الحال من فقيه لفقيه. غير كيقولوا لي هذا واعر هذا راقي مزيان كنمشي، وبحال لا كتكبي الماء في الرمله. ومرت بزاف في نفسيتي، كنت كنشوف كل شيء كيهضر وانا ما كنهضر ما والو، كيضحكوا ما كنعرفهمش علاش كيضحكوا. حتى الواحد النهار صاحبتي عيطت لامي وقالت لي علاش ما تجيبيهاش عندي ونجيب ليها واحد الراقي مزيان، وحتى الخلاص راه ما كيشد والو. وفعلا مشينا عندها، قلت نيت نبدل الجو وندير الرقيه، وفعلا دار لي داك السيد الرقيه، وبفضل الله ثم الفضل ديال داك السيد رجعت كنوقف على رجليا ورجعت كنسمع ونهضر. فرحت بزاف بزاف، رجعت لدارنا نيت في المغرب فرحانه وبخير وعلى خير.
دازت يومين بالضبط ورجع عاوتاني وجهي كيزرق، ورجعت ليا نفس العذاب، ورجع لحمي كيتشرط بحال الاول واكثر. راجلي كنت كنهضر معاه غير في التليفون، كان كيحاول يواسيني، كان كيقول لي يا قوت انا غادي نبقى معك حتى تشافي وحتى تبغي. انا ما نكذبش عليكم، كنت كنغوت عليه وكنقول ليه انت هو سبابي، انت هو سبابي في عذابي. لحقاش فاش كنت كنطيح كنذكر مرات صاحبه هي اللي سحرات ليا، والله اعلم كنت كنقول له انت هو سبابي وانت هو اللي دمرت ليا حياتي وخرجتي عليا. المهم بقيت على داك الحال، وكنت ديما كنحلم واحد السيد كيجي وكيقول لي راجلك هو اللي خرج عليك، راجلك هو اللي دار لك هادشي، هو ما عمره ما بغى. وانا فاش كنشوفه كيدير لك بحال هكذا كنزيد نبغيك، وداكشي اللي كيدير راجلك راه خايب وحرام. جا واحد الليله كنحلم بنفس الراجل. الحاجه اللي تبدلت في الحلم ديالي انه داك السيد اللي حلمته قال لي غادي تلقاي شي تصاور في تليفونك. انا داك الصباح نط عادي وكاي نهار، ما تيقتش كلامه، هزيت تليفوني وانا نتصدم، لقيت التصاور ديال راجلي عريان والميساجات مع البنات، ميساجات جداد. غوت وبكيت، قلت لي علاش دير لي هاد الحاله هاد، علاش انا راه كنطيح في الطواليط وغير الناس اللي كتهزني وانت كدير في داك الشيء هذاك؟ قلت لي حشومه عليك بزاف. المهم عاوتاني بدا كيبكي وكيقول لي سمحي لي انا راه ما كنتش في الوعي ديالي، وانا راني غير بوحدي هنايا وشي مبررات ما كتدخلش للعقل. هضرته دخلتها من ودن وخرجتها من ودن، وبحال لا ما صرا والو، حيت داك الساكن دايا غير مرضي وبغيت غير الشفاء. بقيت غادي على داك الحال نتبع الرقية والاذكار والصلاة ديالي وكل شيء. صورة البقرة ما كانتش كتحيد محدايا والو، بحال لي ما كندير حتى شي حاجة، ومازالني كنزرق والحمي كتشرط. واحد الليلة نعسو كاملين بالدار، ونعست حتى انا، وانا كنشوف واحد السيدة لابسة الحمر شدت لي في يدي وقالت لي انتي زوينة بزاف وانتي دمك زوين وحلو. انا كيحسب لي غير كنتخيل او كنحلم، درت للجهه الاخرى وداك الشيء كيصدق بالصح، وليت عاوتاني كنشوف داك السيده شدت لي في يدي وقالت لي يلاه تمشي معايا. انا مشيت معاها وما قدرتش نتحكم في راسي، كنبغي غير نوقف ما كنقدرش. مشيت بقيت غاديه معاها، طلعتني للسطح ديال دارنا قالت لي تكاي، تكيت وهي تعضني من يدي وبدات كتشرب في الدم. انا تقصحت ولكن باش نغوت ما قادراش، باش نهضر ما قادراش، باش ندفعها ما قادراش. المهم وهي تقول لي راجلك راه كيخونك وراجلك راه كيدير شي حوايج حرام، ولكن هاد الشيء ما كيهمناش حيت عاجبنا الحال، لانك انتي شبعتينا وانتي دمك زوين. كتهضر فمها كامل عامر بمايات. نضت الام ديالي ما لقاتنيش حداها وبدات كتغوت فينا هي بنتي، فينا هي بنتي. بداو كيقلبوا عليا، طلعت للسطح لقاتني عامره دمايات، وبدات مسكينه كتقتل في راسها وكتقول بنتي مشات، بنتي مشات. جات لعندي كبت عليا الماء ديال الرقيه، انا كنسمع فيها ولكن ما قادره نقول والو، مصدومه ويدي كتشرشر بالدم. هزوني هبطوني وانا غير كنبكي، كان يحسب لي داك الشي غير حلم، ولكن داك الشي كله كان حقيقة. الصراحة كنت كنعيا من حاول نقاوم داك الشي اللي كيوقع ليا. كنت كنقرا القرآن، إلا كنت كنقراه مرة رجعت كنقراه ثلاثة وربعة وخمسة ديال المرات. كنت كنوض نصلي الفجر كنطلب الله يبين لي هاد السيدة اللي دارت فيا هاد المنكر، الله ياخد فيها الحق ويبين فيها شي علامة. يا سيدي يا ربي أنا راه ما عمرني ما أذيت شي واحد، الحمد لله بقيت بحال هكذاك لحتى واحد النهار وانا نحلم بواحد الراجل. داك النهار حلمت بمرا، وهاد المره حلمت براجل. جا لعندي قال لي يلاه تمشي معايا، انتي ما عندك ما ديري هنا، نوضي يلاه. وكيركل فيا وانا كنحاول نقرا ايات الكرسي، وهو كيجرني من رجليا. من بعد هو يشد لي شعري وكيقول لي نوضي، الوا شعري كله في يديه وجرني.
والحمد لله داك الليله ربي معايا وانا نقص واحد الحديده كانت في البلاصه فين كنت ناعسه وهي تطيح. صافي سمعوها مالي نضطر هما يفيقوا جاو كيجريو جاو لعندي وانا بحال اللي كنت غير كنحلم ما بقى كيبان ليا والو. لقاو شعري مطلوق صافي عرفوني قالوا لي ما تخافيش ورجعوني لبلاصتي. بقاو الليل كامل هما كيقراو عليا القران خوالي وماما باش ما يرجعش ليا داكشي. بقيت على داك الحال ديما معذبه وما بقيتش كنحمل راجلي كرهت الزواج لواحد الدرجه ما كتصورش. بزاف ديال الناس كانوا كيجيو عندي في الحلم وكيقولوا لي تفرقي معاه وغادي تبري وغادي نعطيك التيسع وغادي نمشيو في حالنا وغادي ترجعي بخير وعلى خير. ما نكذبش عليكم كرهت راجلي اشد الكره. المهم وصل الصيف وانا مازال على داك الحال. ما نكذبش عليكم وقف معايا فاش جا عندي للمغرب وقف معايا الوقفه ديال الرجال حاولني وهزني فاش كنت كنتشلل وما خلى بيا حتى راقي كان يضل يجري بيا. ولكن واخا هكا كان كيدير معايا كنت كنحس بحال اللي ما بقاش باغيني وما بقاش عاجبو الحال. صافي حسيتو حتى هو كره كل شيء. الصراحه في العشيه كان كيلبس ويقاد ويتريح ويجي خارج وانا كنبقى مع ماما وكان كيبقى فيا الحال حيت انا ما كرهتش نخرج حتى انا. بقيت من هاد الراقي لهاد الراقي ما عرفتش علاش بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي تشافينا في ظرف شهرين وفي ظرف 3 شهور. وسمعت عاوتاني شي قصص في اليوتيوب كنت كنتفرج فيهم كيقولوا بلي 7 سنين وهما هكذا وكنقول مع راسي والله يا سيدي يا ربي 7 سنين وانتي مكرفصه بحالي. لحقاش انا هادشي كلشي اللي كيجيني خارق للعاده وكل نهار كيوقع ليا هكا يوميا ما كاينش النهار اللي كنرتاح فيه. رجعت عند الفقيه اللي خدتني عنده صاحبتي اوالو بحال اللي ما كيقراش عليا. بزاف ديال الرقات معروفين داروا ليا الرقيه اوالو بقيت على داك الحال. راجلي جا الوقت اللي غادي يرجع فيه لخدمته لبلجيكا رجعوا خلاني انا عاوتاني في المغرب كنجري من عند هذا لهذا. كنت كنوض ونهرب من الدار بزاف كنت نجي نعاود ليكم ما غاديش نسالي اخوتي كنهرب وكنخرج وكنبقى نغوت والو حتى علاج ما قر فيا. حتى لواحد النهار بغيت نسافر باش ننسى شويه ونبدل الجو مشيت عند واحد الراقي وكان بحال الطبيب نفساني كنت كنعاود ليه كل شيء. ما نكذبش عليكم لقيت معاه الراحه النفسيه. رجع كيعطيني شي صور ديال القران كنقراهم وحسيت براسي بديت كنتشافى ورجعت شويه بخير والحمد لله. عاود تسبت مع واحد الطبيب نفساني وكان كيعطيني شي دواء باش ننعس ووليت كننعس وداك الدواء ديال النعاس فتح ليا الشهيه ووليت كناكل بزاف وغلاضيت وزدت شويه في الوزن وليت شويه بخير. وليت كنقول غير وقتاش نرجع في حالي لبلجيكا. بغيت نرجع الصراحه لخدمتي ولقرايتي بغيت نرجع لداك الشيء اللي كنت كندير. عام وانا مكرفصه عام ديال العذاب والمعاناه وفعلا رجعت في حالاتي. ولكن فاش رجعت لدارنا عند والديا والفرحه ديالهم بيا ما كانتش كتصور. بقيت في دارنا وجات الوقيته اللي غادي نرجع لداري نسيت داك الشيء اللي دار راجلي وقلت ماشي مشكل غير انا رجعت كنطيح ورجع ليا المشكل. طاحت ليا فكره في بالي ان هادشي اللي كيوقع ليا غير في داري. هزيت حوايجي ورجعت عند والديا وقلت ربما شي حاجه عندي في الدار وقررت وقلت ليه شوف اسيدي انا ما بقيتش باغا نتعذب اكثر من هكذا بدل اخويا العتبه وبدل كل شيء وانا داك البلاصه ما بقيتش غادي نريح فيها. الصراحه الزوج ديالي رفض رفض تام قال لي انا ما نقدرش نخلي خدمتي ونخلي صحابي ونخلي كل شيء. قال لي المراه هي اللي كتبع الراجل ماشي الراجل اللي كيتبع المراه. انا كنت كنقصح معاه الهضره وكنقول ليه صافي ما بغيتيش الله يعاونك غير انا ما نقدرش نتكرفس اكثر من هكذا. هو يقول لي واخا صافي يكون خير. انا كنسى وكنبقى غاديه هكذاك والوقت غادي حتى هو عايش في الدار بوحدو وانا مع والديا وبعد على بعضياتنا. هو كيدير داكشي اللي بغا وعايش الحياه وانا في دارنا كنحاول ننسى ونضحك. حتى لواحد النهار عيطت عليه قلت ليه شوف اسيدي
حنا واش مزوجين ولا مطلقين؟ قلت ليه شوف شنو باغي. هو كان مصر على داك البلاصه، ما بغاش يبدلها. انا كان عندي تما شي وراقي وشهاده السكنه ديالي وكل الخصوصيات ديالي، واضطريت واحد النهار نمشي باش نقاد شي وراق. النهار اللي مشيت نقاد الوراق وجهي بدا كيخرج فيه دوك الطبايع وكيزرق. ما نكذبش عليكم، بديت عاوتاني كنبكي، ولكن هاد المره ما ضعفتش، قويت راسي. كنقول لا يا قوت، انت دوزتي بزاف، تشللتي، تبكمتي، طراشيتي، خاصك تغلبي على هادشي. حاولت نقد مسائلي اللي مشيت على قبلها، والحمد لله قديتها ورجعت لدارنا، وحاليا انا باقا في دارنا. بزاف الناس كيقولوا لي غير تفرقي مع داك السيد وغادي تلقاي راحتك، ولكن انا ما عرفت ما ندير. بغيت غير الناس ينصحوني، وبغيت نقول لهاد الناس اللي كيديروا هادشي ديال السحر والشعوذه وكيكرفصوا عباد الله وكيفارقوهم، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا كيف قلت لكم حاليا راني في دارنا، وما عرفت شنو ندير، وما عرفت واش نتفارق مع هاد السيد ولا نبقى معاه. انا خوتي وجهي باقي زرق وباقيه مريضه، واحد الراس كيقول لي انا هاد السيد تكرفصت معاه بزاف، هو اللي كان السبب ديالي في هاد المعاناه، لانه ما كانش كيهتم ليا وما كانش كيديها فيا، وراني عاودت لكم كل شيء، ودابا ما عرفت شنو غادي ندير. طلاق انا عارفه ماشي حرام، ولكن انا باقا ما قادراش عليه، حيت يالله عم باش تزوجت، خايفه بزاف. راجلي من هذاك النوع اللي مغيار ومشكك بزاف. تصوروا كيسولني فين مشيتي، كنقول له في البلاصه والفلانيه، كيقول لي لا كتكذبي عليا، وكيبقى غير ويشك بزاف. عنده عقليه فشي شكل، ما كيبغيش المراه تخرج من دارها وما يبغيهاش تخدم. اه بصح المراه خصها تبقى في دارها وما تخرجش، ولكن خصها نيت راجل يكون معقول وراجل بمعنى الكلمه ويكون محتار. هو ما كانش من داك النوع. غير البارح كنت كنهضر مع صاحبتي وطافيه الضو، وانا نشم الريحه ديال الحنه، قلت ليها كنشم بحال ريحه الحنه، قالت لي واقيلا غير توحشتيها. فاش شعلت الضو وانا نتصدم، لقيت يديا محنيه، درت الرقيه ونعست، وهاد الصباح لقيت الحنه في يدي باقيه. المهم هذه هي قصتي، اختصرت لكم فيها بزاف، وما عاودت لكمش بلي ديطاي، ولكن عاودت لكم داكشي المهم. كنتمنى ان شاء الله تفيدوني وتقولوا لي شنو نقدر ندير. انا في العمر ديالي حاليا 19 سنه، ويلا هادي عام باش تزوجت، وما دوزت في زواجي حتى شهر كيما عاودت لكم، ووقع لي هذا المنكر هذا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضيعني وضيع لي في شبابي وخلاني كنعاني. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وكما ورد على مسامعكم الطيبة متتبعين ومتتبعات قناة سمح حكايتي، الحكاية ديال ختنا ياقوت اللي خوات علينا قلبها وعودت لنا داكشي اللي دارها في خاطرها وما زال عاد. كيف قلت لكم في البداية ديال الحكاية، الأخت ياقوت ورتني التصور ديالها، ديال الوجه ديالها وديال الجسم ديالها، كله مشرط وكله دمايات، وجهها كله مطبع. والله العظيم إلى البدن ديالي قشعر داكشي اللي شت هذاك منظر رهيب. الله ياخذ فيهم الحق، الله يدي هاد البنت في الشباب ديالها، الله ياخذ فيه الحق. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هاد لا فيديو على نطاق واسع، لعل وعسى ربي يجيب لها شي حد اللي ينقذها من هاد الشيء هذا فيه، لان كيف ما سمعتوا في الحكايه ما خلات حتى شراقي والو. البنت لحد الان مازال كتعاني، لحد الان مازال مسكينه، الوجه ديالها كيزرق واللحم ديالها كتشرط، اللحم ديالها كلها مشرطه، وانا داكشي شفتو بعيني والله على ما اقول شهيد. يا ربي شافيها وشافي كل واحد كيتألم بسبب السحر، والله ياخذ الحق في الناس اللي كيأذيو خوتهم بالسحر ويخليهم كيعانيو حياتهم كاملة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي هذا ما غادي يحس به غير الناس اللي تجرعت من داك الكاس هذاك ديال السحر، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله ياخذ فيهم الحق يا سيدي يا ربي. وكيف ما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، لا يفلح الساحر حيث اتى. الحمد لله رب العالمين على كل حال، الله ياخذ الحق هادشي اللي كاين. قناه سمح حكايتي كترحب بحكاياتكم، قصصكم، احزانكم وهمومكم، الخاص مفتوح للجميع. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد القناه، ما تنساوش الضغط على زر اشتراك ابوني وتفعيل الجرس باش يوصل كل جديد، وما تنساوش جيم زوين وكومنتر حنين، الله يرحم بها الوالدين، ومرحبا بكم كاملين.
دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. مع السلامة.